حامد. مفاجأة حلوة دي؟ أكيد. أول واحدة مفاجأة حلوة؟ لا دي كبيرة قوي دي. بالظبط. كبيرة قوي دي. مش عارفها. لا دي بالنسبة لي مفاجأة كبرى. أنا عارف شوية حاجات في القصة دي بس يعني مش للدرجة دي يعني. طيب أول حاجة، أول عنوان عند أستاذ حامد وجدي، محمد عواد يهدد بالاعتزال الدولي. ايه المفاجاه دي؟ بالظبط بعد اعلان القائمه. محمد عواد مش موجود في القائمه. محمد عواد اخبار كلها على الصحف، كله بيتكلم ان في تواصل ما بين ريفيتوريا وفريرا بشان استبعاد عواد. محمد عواد راح سال الكابتن ايمن طاهر هل حصل تواصل ولا لا، سال امير مرتضى وسال الجهاز الفني، مفيش كلام من ده خالص. محمد عواد مستاء جدا وبيفكر ان هو يهدد بالاعتزال خلاص. انا عارف ان هو زعلان، وعشان حتى انا بقول الكواليس من الاول انه ممكن يكون الفتره دي عشان الزمالك، وان هو اللي هو حاسس اللي هو شايف اللي هو راكب الفتره الاخيره ودوري وكاس، فشايف هو ليه مش موجود فهو اتضايق جدا. بالظبط. والمضايق ان هو حاسس انه الاستبعاد فني مش استبعاد له علاقه بامور يعني ليه علاقه انه يسيب اللاعب للزمالك دلوقتي ونخ استبعاد. مفيش كلام، هو سال في الكلام ده عشان يتاكد اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. لان الموضوع ده اصلا منافي تماما للصحه. فمفيش ولا الزمالك اتكلم مع المنتخب ان هو يسيب عواد عشان المباراه ولا اي حاجه. عندك معلومه في القصه دي؟ المعلومه اللي عندي اللي انا عارفها ان عواد الفتره اللي فاتت دي كان في تواصل ما بين فيريرا وما بين فيتوريا الفتره اللي فاتت دي على لعيبه نادي الزمالك هتنضم للمنتخب في مباراه المباراتين اللي جايين سواء النيجر ولا ليبيريا، وكان في تنسيق كامل خلال الفتره اللي فاتت دي. الاتفاق تم او كان في كلام ما بين فيتوريا وما بين فيريرا، مش هنقدر نحدد اسماء لاعبي الزمالك اللي هتنضموا للمعسكر او تنضموا المنتخب الوطني الا بعد نهايه المباراه الذهاب. وبالتالي ادى اريحيه كبيره جدا فوز الزمالك النهارده، ادى اريحيه كبيره جدا لضم رباعي الزمالك طبعا اللي تالقوا خلال الفتره اللي فاتت دي. بس عواد ما انضمش فهو متضايق. وبعدين انت اخذت صبحي. لا وادام في اريحيه دلوقتي ان الزمالك خلاص ضمن يعني ضمن جزء كبير. لا بس هي المشكله بالنسبه للزمالك ان اللعيب البديل مش كفء، ودي كانت سبب رئيسي ان 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 عواد يتواجد مع نادي الزمالك. فريق شادي دوت في القاهره اصلا هو مش هيوصل لمرمى الزمالك بغض النظر. هو برده هو يعني انت معاك صبحي ومعاك صبحي كمان هو صبحي يعني. صبحي راح المنتخب. لا بس هي المشكله ان صبحي مش هيتواجد مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه. طيب